بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. أهلا وسهلا وحياكم الله إخواني وأخواتي في برنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها، كتاب العربية بين يديك، الكتاب الثالث، الجزء الأول، ونحن في الوحدة الخامسة، الدرس 34. عنوان هذا الدرس: الأطفال والقراءة كعنوان الوحدة. ونحن سنتكلم هذا اليوم عن جزء يتعلق في الإملاء، جزء يتعلق في الإملاء، وهو عبارة عن شيء أخذناه سابقا، وهو كتابة الألف اللينة المتطرفة، الألف اللينة المتطرفة على شكل مراجعة، في كتابتها في صيغة الاسم، في كتابتها في صيغة الفعل، وأيضا في صيغة الحرف. نجدها في الاسم سواء في الثلاثي كثلاثة أحرف أو أكثر، ونجدها في الفعل في الثلاثي ثلاثة أحرف أو أكثر، ونجدها كذلك في صيغة الفعل. ولدينا بعض الأمثلة أخذناها من قبل، فقد نؤكد على بعضها. على سبيل المثال، كلمة عصا أصلها واو، عصا أصلها واو، فصارت ألف متطرفة. فتى أصلها ياء، فصارت ألف متطرفة. قضايا أكثر، طبعا أكثر من ثلاثة أحرف، قبل الألف ياء، لاحظوا بهذه الطريقة. مصطفى على سبيل المثال، غير ذلك، في أكثر من ذلك ما يسمى بالألف المتطرفة. في الأفعال أيضا نجد دعا أصلها ألف أو أصلها واو، أيضا لدينا سعى أصلها ياء، في أكثر من ثلاثة أحرف، يحيى، اقتضى. أيضا لدينا في الحرف إلى، وكذلك لا، وغيرها من الكلمات الموجودة لدينا. طبعا هذا درس أخذناه سابقا وشرحنا عليه بشكل كثير، بإمكانكم أن تعودوا إلى بعض المقاطع أو الدروس السابقة لمعرفته. طيب، سنكمل أيها الكرام. هنا طبعا عبارة عن تعريف أو عبارة عن تدريب، ويعرف الأصل في الاسم ب الإفراد، التثنية، وجمع المذكر أو جمع المؤنث، ويعرف الأصل في الفعل، المضارع، المصدر، إضافة التاء، إضافة ألف الاثنين، وكذلك على سبيل المثال هذه المعلومات. طبعا مثل يحيى، هنا على سبيل المثال يحيى، هذه تكتب في صيغة الاسم، وبينما يحيى الأخرى في صيغة الفعل، في صيغة الفعل. طيب، نكمل أيها الكرام، بإمكانكم أن تعودوا إلى هذه مرة أخرى كما أخبرناكم من خلال الدروس السابقة. هنا أيها الكرام عبارة عن تدريب. ما هذا التدريب؟ يريد منا عين الكلمات المنتهية بألف لينة واكتبها في دفترك، وبين سبب كتابتها بهذه الصورة. طبعا هذا التدريب أخذناه من سابقا مثله طبعا، وعملنا عليه أكثر من تدريب، لكن نحن نأخذ واحد واثنين وثلاثة، وسأترك لكم الباقي في المنزل كنشاط تتدربون عليه. نأخذ المثال الأول: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. أين الكلمة التي تحتوي على ألف لينة؟ ما رأيكم يا كرام؟ يا يحيى، يحيى أحسنتم، يحيى إذا كلمة يحيى، أحسنتم، إذا الكلمة هي كلمة يحيى، نرى الجواب مع بعض، أحسنتم. للتفريق بين الاسم والفعل، إذا هي كتبت بهذه الطريقة. طيب، المثال الآخر: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. أين الكلمة التي تحتوي على ألف لينة؟ دعا دعا، دعا أحسنتم، بارك الله فيكم، نعم دعا، وهذا فعل أصله واو من كلمة دعو أو يدعو، فهنا نقول دعا. طيب، رقم ثلاثة:
وهو المثال الأخير، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. ما رأيكم يا كرام، أين نجد الأسماء؟ ويحيى عيسى. أحسنتم، لدينا يحيى وعيسى. ماذا عن زكريا؟ هل فيها ألف لينة متطرفة؟ إذا نرى الجواب مع بعض سويا، أكرمكم الله. إذا زكريا زكريا. لدينا على سبيل المثال اسم أعجمي، وأيضا لدينا يحيى وعيسى كما أخبرتم كذلك من الأسماء الأعجمية، وهي تنتهي بألف ملينة متطرفة. طيب، بارك الله فيكم جميعا هنا وهناك ومن خلال التقنية. سأترك لكم إن شاء الله البقية من خلال ما تعلمتم بإذن الله. هنا تدريب آخر وهو استكمال للسابق، وسأتركه لكم إن شاء الله، عبارة عن تعيين الكلمة المنتهية بألف لينة، وسأتركه لكم بإذن الله. قاعدة، وهي جزء جديد لدينا هذا اليوم، وهي عبارة عن الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. نحن تعلمنا سابقا في القاعدة السابقة الأفعال التي تنصب مفعولين وهما في الأصل مبتدأ وخبر، لكن هنا ليس أصلهما مبتدأ وخبر. نأخذ بعض الأمثلة وهي موجودة أمامنا من الآيات من القرآن الكريم. الآية الأولى: فكسونا العظام لحما. الثانية، وهي عبارة عن مثال وليس آية: كسوت الفقير ثوبا. رقم ثلاثة: إنا أعطيناك الكوثر. رقم أربعة: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. المثال الخامس: وعلم آدم الأسماء كلها. المثال السادس: وعلمناه من لدنا علما. المثال السابع: ألبس طفلك ثوب العلم. المثال الثامن: ألبست الأم طفلها حذاء. المثال التاسع: سلوا الله علما نافعا. المثال العاشر: سلوا الله لي الوسيلة، النبي صلى الله عليه وسلم. المثال الحادي عشر: منح المدير المتفوق جائزة. المثال الثاني عشر: منحت أخي أرضا، منحت أخي أرضا. المثال الثالث عشر: من منع فضل الماء أو كلا منعه الله فضله يوم القيامة. يعني الماء والكلى هو الأكل والماء، من منعه منع الله فضله يوم القيامة. المثال الأخير: منع الظالم المسكين حقه. لاحظوا التي بالأفعال الأحمر: العظام لحما، الفقير ثوبا، وغيره من هذه المسميات. لاحظوا هذه جميعها عبارة عن مفعولين منصوبة، لكن ليست أصلهما مبتدأ وخبر كما عرفنا، ليست أبدا أصلهما مبتدأ وخبر. طيب، نكمل أيها الكرام، ومن خلال الأمثلة ستستوضح معنا البقية. هنا تدريب أيها الكرام، ماذا يريد منا؟ يقول: عين الأفعال المتعدية ومفعولهما في الجمل التالية. رقم واحد: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. سنأخذ خمسة كالعادة، وسنترك لكم الباقي إن شاء الله في المنزل. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، لا يسألون الناس إلحافا. هذه الآيات الكريمات وغيرها من الآيات الباقية سنتعلم ونتدرب من خلالها كيف نستخرج الأفعال. طيب، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. نريد أن نعرف ما هو الفعل، وما هو المفعول الأول،
وما هو المفعول الثاني؟ ما رأيكم يا كرام في الآية الأولى؟ إذن الفعل، أحسنتم، الفعل هو أعطى، الفعل هو أعطى. طيب ما هو المفعول الأول وما هو المفعول الثاني؟ المفعول الأول كل، والمفعول الثاني خلقه. إذن ها هو المفعول الأول وهذا هو المفعول الثاني. طيب نأتي للمثال الثاني، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. أين الفعل؟ أين المفعول الأول المتعدي؟ أين المفعول به الثاني المتعدي؟ ما رأيكم يا كرام؟ أحسنتم، إذا الفعل علم، المفعول الأول الشعر ولا الهاء؟ أحسنتم الهاء، والشعر هو المفعول الثاني، هو المفعول الثاني. طيب رقم ثلاثة، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. المثال أو الفعل هنا، أحسنتم، إذن هو علم مثله ما قلنا. المفعول الأول الكاف، أحسنتم، كم، والمفعول الثاني السحر، أحسنتم، بارك الله فيكم. رقم أربعة، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. ما رأيكم يا كرام؟ أين الفعل؟ أين المفعول الأول؟ أين المفعول الثاني؟ سأل، أحسنتم، إذن الفعل سأل، ممتاز، أحسنتم، المفعول الأول كلمة موسى، والمفعول الثاني أكبر، إذن المفعول الثاني أكبر، أحسنتم، بارك الله فيكم. طيب المثال الخامس، لا يسألون الناس إلحافا. أين الفعل؟ أين المفعول الأول؟ أين المفعول الثاني؟ يسألون، أحسنتم، سأل، إذن نقول سأل، أحسنتم. وأيضا لدينا موسى المفعول الأول، ولدينا ما هو أكبر المفعول الثاني، ما شاء الله تبارك الله، أحسنتم، أحسن الله إليكم أيها الكرام. كما أخبرناكم هذا الجواب، إذن يسأل الناس إلحافا، هذا هو المثال الأخير الذي تعلمناه، هذا هو المثال الأخير. طيب الباقي سأتركه لكم إن شاء الله كنشاط بإذن الله في المنزل، تتتلمذون عليه وتتدربون عليه بشكل أكبر وأفضل. طيب نكمل أيها الكرام، الرقم الثاني أو التدريب الثاني ماذا يريد منا؟ يريد أدخل على كل عبارة مما يأتي فعلا ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ أو الخبر. والآن يريد منا أن نضع الفعل، يعني المفعولين موجودة لكن نريد أن نأتي بالفعل مثل سأل، أعطى وغيرها من الأفعال التي أخذناها في الأمثلة في بداية ما شرحنا هذه القاعدة. سأترك لكم حقيقة هذا الجواب إن شاء الله في المنزل حتى تتتلمذون عليه بإذن الله. أيضا التدريب الثالث ماذا يريد منا؟ أدخل على الكلمات التالية فعلا مناسبا من أخواتي كسى وألبس مع ضبط مفعوليه بالشكل كسى وألبس، الكسى من الكسوة والألبس من اللباس، فأنتم ستتلمذون وستتعلمون عليه كيف تستخدمون. على سبيل المثال عندنا رقم واحد، الفقير درهم، الطالب ثقة، الأم كرامة، أدخل عليها هذه الأفعال يا كسى يا ألبس أو غيرها من التي تعلمناها في الأمثلة السابقة، واضبط المفعولين بمعنى اضبطهما بالشكل بحيث يكون كل المفعولين في صيغة النصب.
طيب نكمل أيها الكرام. هذا هو الدرس الأخير حقيقة في الوحدة الخامسة، اللي هو عبارة عن التدريب الرابع. ماذا يريد منا في التدريب الرابع؟ استعمل الأفعال التالية، هذه هي الأفعال وبإمكانكم تستخدموها أيضا في الأمثلة السابقة. ما هي الأمثلة الأفعال؟ أعطى، كسى، ألبس، منع، منح، سأل، علم أو علم، سوري علم. إذن هذه هي الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر، ليس أصلهما مبتدأ وخبر، يعني يكون هناك هذا الفعل متعدي لمفعولين، مفعول أول به ومفعول أول به أو مفعول ثاني به. طيب أترك لكم هذا أيضا كما أخبرناكم في المنزل، تكملوه من خلال كتابة الأمثلة، وبإمكانكم حقيقة تستخدمون الأمثلة السابقة التي مضت، تستخدمونها في كتابتها هنا. طيب هنا أيها الكرام سنتوقف اليوم بإذن الله في درس اللغة العربية، حيث ولله الحمد أنهينا الوحدة الخامسة. وحقيقة أنا مستعد أننا ننطلق في الوحدة السادسة، لكن سنؤجلها في اللقاء القادم لأنها تبدأ بجزء من القراءة يأخذ مننا الوقت الكافي، وبعد القراءة لدينا مجموعة من الأسئلة، سواء فهم هذه القراءة، إجابات على بعض الأسئلة، الصح والخطأ وغيرها من الأسئلة المعتادة في فهم القراءة. سنرسل لكم إن شاء الله من خلال قناتنا التواصلية، سنرسل لكم الوحدة السادسة التي تتكلم عن هجرة العقول، هجرة العقول منها حقيقة تتعرف على الوحدة بشكل كامل، ويكون لقاءنا القادم إن شاء الله لقاء بداية الوحدة السادسة. أخيرا أيها الكرام سبحان الله وبحمدك، نستغفرك ولا حول ولا قوة إلا بالله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.